الموقف الإخباري من قناة النيل الأزرق، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد التزام الحكومة بمخرجات ورشات تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ومواقيت المصفوفة بمواقيتها الجديدة. وأشاد البرهان خلال مخاطبته حفل توقيع المصفوفة المحدثة بين الحكومة وأطراف السلام بقاعة الحرية بالعاصمة جوبا، أشاد بشعب وحكومة جمهورية جنوب السودان لجهودهم المتصلة لتحقيق السلام بالسودان، وكشف عن قرارات لحكومة البلدين بالانتقال إلى آفاق أرحب وأوسع. هذا الحرص على السلام اطلعت الحكومة في هذه الدولة الشقيقة بتنظيم هذه الورشة التي نرى أنها هي المعنية بالتقييم وليس دونها، لتنفيذ هذه الاتفاقية بمشاركة واسعة من حكومة السودان وأطراف السلام والضامنين والشهود من الأشقاء والأصدقاء، وذلك كما نص عليه اتفاق السلام. وتعزيزاً لمخرجات هذه الورشة التي سادتها الروح الموضوعية في النقاش والتقييم واستشعار المشاركين للمسؤولية الوطنية الملقاة على عواتقهم، واستشعاراً من جميع القائمين على هذا الأمر، نعلن أمامكم التزام حكومة السودان بالعمل على تطبيق المصفوفة بمواقيتها الجديدة حتى يتحقق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع بلادنا. عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير مياردد بأمانة الحكومة بجوبا، عقدوا جلسة مباحثات تناولت مسيرة العلاقات الثنائية ووجوه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالح شعبي البلدين. وأشاد البرهان بجهود حكومة جنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، بينما جدد سلفاكير حرص بلاده على بذل كافة الجهود حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار، مشيدا بدور الخرطوم في تحقيق السلام في جنوب السودان. جدد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو التزامه بالاتفاق الإطاري، وقال أنه يمثل مخرج البلاد من الأزمة الراهنة، وأكد لدى كلمة ألقاها اليوم التزام الدعم السريع بالخروج من السلطة السياسية من أجل إنجاح العملية السياسية الجارية، وجدد رغبته لبناء علاقات بناءة مع الأسرة الدولية والإقليمية. أنني أعتقد بأن هذه العملية السياسية قد تطاول زمنها، وأن الوقت قد حان لإنهائها والوصول لحل سياسي نهائي بصورة عاجلة تتشكل بناء عليه سلطة مدنية انتقالية تقود البلاد، ونعود نحن في المؤسسة العسكرية إلى سكناتنا لتفرغ لأداء مهام حماية حدود البلاد وأمنها وسيادتها. العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، نشأ الدعم السريع كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها. جمعتنا مع القوات المسلحة خنادق القتال حماية للوطن وأمنه، ولنا معها عهود لن نخونها أبدا، ولن نسمح لعناصر النظام البائد الوقيعة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع. شهد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو شهد تدشين أولى رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية للمتأثرين بالزلزال في تركيا بحضور وزير التنمية الاجتماعية والمسؤولين بمفوضية العون الإنساني والسفير التركي. وقدم دقلو تعازيه لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وقال إن المساعدات الإنسانية عبارة عن بطاطين وخيام وأغطية مساهمة من قوات الدعم السريع، لكن باسم كل الشعب السوداني، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات للبحث لتوصيل المساعدات للمتضررين في سوريا. من الدعم السريع لكن باسم الشعب السوداني جميعا في كل ولاياته،
المساهمة مساهمة سودانية. الشيء الثاني برضو نحن من هنا نرسل برضو رسالة لأهلنا في والله نحن حاولنا لسوريا أنه كيف نقدر يعني نودي له، لكن ما لقينا عند الآن الطريقة كيف نقدر أن نحن نوصل مساعدات لسوريا، ودي مساهمة بسيطة جدا من الشعب السوداني أنه نحن نقيف يعني نآذركم ونقيف معاكم، وإحنا إن شاء الله نقول لكم إحنا معاكم وإن شاء الله دعمنا ما حيقيف. دعا وزير التنمية الاجتماعية المكلف بولاية الخرطوم صديق فريني دعا قطاعات المجتمع لدعم الدور الإيوائية للاحتياجات المستمرة والتكلفة العالية، موضحا أن الوزارة تصرف 80% من ميزانيتها للدور الإيوائية. وكشف فريني عن تزايد أعداد الأطفال في دار الميقومة، موضحا وجود 376 طفلا بالميقومة و31 فتاة بدار المستقبل و11 شابا بدار الحماية، وبلغ عدد الأسر الكافلة 250 أسرة. وقال فريني إن نسب الأسر الكافلة في تناقص نسبة للظروف الاقتصادية. المركز الكبير معنية بشكل أو آخر في شنو اللي بيعتري هذا المجتمع من تحديات طارئة بتحصل في كثير من الحالات، ومنها فاقدي الرعاية الأسرية وفاقدي الرعاية الوالدية. وكلمة فاقدي الرعاية الأسرية دي المصطلحات الحديثة بعض الشيء، ودي اللي بيدخلوا في إطار الحماية العامة لهذه الفئة، هم ديل المسمين نحن المشردين. انتخب اتحاد الجامعات السودانية في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بقاعة الدوحة بجامعة أم درمان الإسلامية البروفيسور علي السيد عمر من جامعة الزعيم الأزهري أمينا عاما لاتحاد الجامعات السودانية، كما انتخب البروفيسور عز الدين الطيب من جامعة النيلين أمينا مساعدا لاتحاد الجامعات السودانية ورئيس الاتحاد البروفيسور عماد الدين عرديب من منصبه. ودعا رئيس الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود والتعاون بين الجميع لتجاوز التعديات الراهنة، مجددا ثقته في اتحاد الجامعات السودانية للوصول للأهداف المرجوة. مسألة الرسوم الطلابية وما يتعلق بها من معوقات، ومسألة أيضا القصور في الإيفاء من الوزارة وزارة المالية وما نحوها، مع أن الأخ البروف الوزير قد بذل جهدا مقدرا، إلا أن هناك مشكلة ينبغي أن تطرح في هذا يعني أثناء هذا الاجتماع أو في أي وقت آخر لنتداول حولها. إننا جميعا ندرك حجم التحديات التي تواجه مؤسساتنا، وندرك كذلك قدراتنا على التصدي لها، فليس أمامنا غير العمل القائم على التعاون والتعاضد والرؤى الثاقبة الواضحة والكثير من البذل والعطاء اللامحدود. إنني واثق من الوصول إلى تطلعاتنا وأهدافنا بعون الله والتوكل عليه، ثم العمل بصدق وعزيمة قوية. نظمت الكوادر الصحية والأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية بولاية الخرطوم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الخرطوم للمطالبة بزيادة الرواتب والحقوق والعلاوات. وقالت ممثلة الأطباء دكتورة سماح محجوب، قالت إن مطالب الأطباء تتمثل في زيادة الرواتب والحوافز والعلاوات، وكشفت عن أن الأجور الحالية لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وطالبت والي الخرطوم بتحقيق مطالبهم التي تعتبر حقا أساسيا. وقالت إن تجمع الكوادر الصحية جهة مطلبية فقط وليست لها أي علاقة بالتنظيمات السياسية. استجابة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والتردي الشديد في الأجور، طالبين بحقوقهم في المتمثلة في الأجور الزهيدة جدا والحوافز وتحسين بيئة العمل والتأمين الصحي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الموقف الإخباري، تحياتي إليكم وفريق العمل، في أمان الله.